اصل المشكل هو هذا. هذه المدرسه هذه مدرسه مهجوره. كاين تضارب اراء، لكن اللي كيقول لك راه كاين واحد 3 و4 الاقسام اللي اكسبلواتي فيها ما تبقى مهجور. شوف الحاله ديالها كي دايره. اصلا قبل ما يكون المشكل ديال المهاجرين كانت بؤره سوداء هنا ديال سميتو اغتصابات لي زاغريسيون هنايا ديما كيجي كيغريسي كينقص كيدخل تما. المجلس السابق ديال المقاطعه اللي كان صلح هنايا وخلاها هذيك. اور دابا هذه الا ما كانتش وزاره التربيه والتعليم باقا باغاها سلمها لشي وزاره اخرى اللي دير فيها شي حاجه. طالما يدار فيها ها هي بينا قداش طالما يدار فيها يدار غير مأول مشرد طالما يدا صلح دار شي حاجه ولا تكون او مو دار لها حراسه. دابا هي دابا باش غتحيدو منها راه امبوسيبل، غادي تبقى تحيدو غيبقاو يرجعوا لك. خاص هذه هي اصل المشكل. تجي فيها دار العجاز او مو دار الشباب راه ما كايناش هنايا. دار الشباب راه ما كاينش هنايا فضاءات هي 11 دار ما كاينش هنايا فضاءات اللي تقدر يفرغ فيها الشباب ديال المنطقه على سميتو. هاي دابا بنايه هاي مبنيه ان با اكسبلواتي علاش الله اعلم ومخلينا منها هي كتسبب مشاكل الناس بؤره سوداء وهي مخلينا هي ايميلي ما فيها حتى شي حاجه. راه غاتسالي خيبه راك دابا راك شتي دابا قبيله شحال الشباب مجموعين حابسين مغبز. شنو وقع لنا خويا البارح؟ كنا مهودين من العمل كيف ما كيديروا الناس كيمشيو كيخدموا كيجبدوا الحلال مهودين من المحطه مع العاصره خويا كنسمعوا الصوت ديال الدريه كتغوت الدريه كتغوت. جينا بغينا نطلعوا خويا بغينا نعرفوا واش كاين. لقينا الدريه بنت الدرب عندنا كتسكن في الدرب عندنا لقيناهم شادينا افارقه شي 10 باغيين يغتصبوها الصحه. جينا لقينا الدريه الكولور ديالها مبدل فارينا الامور بلاتي هي احسن حيدنا الدريه ديناها حتى خرجوا لينا بالعصايه خويا ما عرفناش داك الشيء ما عرفناش راسنا باش تشب لينا. انا ضربت في عيني يا خويا ضربت نهار الجمعه مع العاصر نهار الجمعه شي 10 من وراها نادت البلباله ولو بزاف الدريه حيدناها حنايا باش ما تبقاش هي في مشاكل وخا تصبوا الصحه. وتوليت مضروب انا والدري ضربنا في عينينا ضربت في عيني انا والدري ضرب في عينيه هربنا. الدريه غتكون عندها شي 18 عام 19 عام ما فيتهاش ولينا مضروبين في عينينا بجوج وما لقيناش اللي يوقف معانا وهادو عندهم حقوق وحنا ما عندناش حقوق. انا عينيه مشاده ضربنا حنايا شي 6 ناس ولا 7 منهم 3 حاضرين ومنهم شي الاخر اللي كاين اللي في السبيطار كاين اللي هربنا ما عندنا ما نديرو كلشي غير هرب. الدراري تا هما الدراري اللي كانوا راه حاضرين كلهم هربوا هازين اسلحه هازين غنجوات هازين عصي ديال الشجر هازين قراعي ديال الشراب عامرينهم بليسانس كيشيروا علينا داكشي ديال الجاهليه. حنا ما عرفنا راسنا اش نديرو هربنا. كاين اللي مشي ديكلارا كاين اللي دابا ما عرفناش شنو الحاله ديالو كاين اللي في حاله الموت دابا ما عرفناش الدراري شنو الحاله ديالو. البارح اسيدي كنسمع طوموبيلتي كتغوت طليت لقيت 20 شخص من كيتحضروا من جنوب الصحراء اكزاكتومون من السودان تابعين هاد الوليد هذا عندهم هراوات قد هذا كيضربوا فيه ضرب ديال الموت. هبط انا واحد شخص ولا جوج حنا اضطرينا نتسلحوا باسلحه بيضاء باش خلصنا من ايديهم لان السيد كان غادي يموت. بقينا مضاربين معاهم واحد 10 دقائق والناس كيشيروا من الفوق بغينا نهربوا السيد من بين يديهم. حيدنا السيد من بين يديهم صافي ان سيغتان مومون واخا حنا قلال هما كانوا فوق 20 واحد غلبنا عليهم خرجناهم من الدرب هربوا. لا ما عرفتش شنو واقع انا كيبان لي السيد مغربي كيهاجم عليه 20 واحد ما يمكنش نبقى نتفرج فيه نخليه يموت. سولته شنو سميتو قال لك انا كنت داير تبعوني. هما اصلا كان عندهم شي عداوه مع شي وحدين ولا الدرب كانوا خلصوا شي بنت كانوا باغيين يغتصبوها من بين يديهم وضربوا منهم شحالين في عينيهم. هادشي حنا كامل ما كناش حاضرين ليه. حنا حضرنا جوسكو في الوقيته اللي دخلوا على السيد عندنا لحدا الدار وكيضربوا فيه اضطرينا ندخلوا ودربنا كي سميتو اصلا مغربي ما غاديش نبقاو نتفرجوا. جرينا عليهم اتصلت بمصالح الامن مشكورين دخلوا في الوقت ميم با 10 دقائق كانت واحد الحمله شامله اكثر من 10 ديال السيارات ديال الامن جاوا مشطوا هنايا تلقى القبض على 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 على, على, على جوج منهم. مشينا للدائره درنا محاضر ضدهم لان ما نكسروا لي السياره وانا كشاهد هادشي طوموبيلتي ضربت لانهم كانوا كيضربوا حدا طوموبيلتي. راه جاوا مصالح الامن داروا المعاينه للسياره داو الوليد للسبيطار داروا لي بخومي سوان شدوا جوج منهم صافي درنا الاجراءات القانونيه ضدهم. اليوم مشيت نطمئن على الحاله ديال الولد كيفاش بقى قال لك راه شاف واحد من اللي ضربوا باقيين كيدوروا هنايا خاص مصالح الامن درحل يعني ولات حرب راه غتولي حرب
راه غتولي حال نتوما ما نقدروش نمشيو ليهم وما يقدروش يجيو. لا شوف من ناحيه نقدروا من ناحيه نقدروا راه غادي راه لا بغينا راه بغا بون حنا بغينا نوصلوا ليه راه الا بغاو يقدروا غيقدروا فهمتيني لانهم شحال يكون تما 30 40 50 حنا ما بغيناش هادشي يوصلوا ليه. لا اول هاد المناوشات يلاه بداو ديجا السودانيين يلاه جاو تانستالاو هنايا وجاو بصداع فهاديك المدرسه راهي مهجوره صراحه. قال السلطات لحد الان راه قامت البارح بواجب ولكن كنطلبوا الاستمراريه في هادشي لان راه خصي تحد هاد الناس هادو المغاربه معروفين بالكرم ديالهم بالجود ديالهم حلينا لهم بيبان ولكن هما ما احترموش هاد القضيه. ماشي انك تجي تغالينا لاننا حنا نقدو اون بو رياجي نقدو نديرو الله ما يدار فهمتيني. حنا كنحترموا ان كاين قانون في البلاد كنطالبوا من السلطه المختصه انها دير حل مع هاد الناس.